أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن ما زلنا في تكملة الوجه الأول حول حديث البيعة المروي عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قرأنا جزء كبير من الوجه الأول بالأمس، وبينا ما هي البيعة وما هي حقيقتها، ولما اختار النبي لفظ البيعة دون لفظ الأيمان أو أي لفظ آخر، وأن هذا يدل على أن هناك نوع من البيع تم، وأن هناك مسمى ومثمى، وأن هذا البيع وبيع اختيارك لمن بايعته، فصرت مكلفا بما بايعته عليه. ولذا اختار النبي لفظ البيع، وكأنك بعت اختيارك لما أملاه عليك صاحب البيعة، وأنك بهذا البيع كان ثمن هذا البيع هو الجنة، فيبقى المثمن هو الجنة والبيع هو الاختيار. أنت أما تبيع النبي على ألا تعصاه أبدا، كأنك خرجت من اختيارك إلى اختيار النبي، فصرت طائعا للنبي. حتى لو اشتهيت شيء وتجد أن اختيار النبي على خلافه، تترك شهوتك وتسير على، وكأنك بعت اختيارك، كأنك صرت في كأنك رقيق عند النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك بعت نفسه له. ولكن هناك فرق بين الرقيق وبين الذي بايع النبي، أن الرقيق يملكه سيده، يملك فيه كل شيء، يملك فيه اختياره ويملك فيه ماله. أما البيع فيملك اختيارك فقط ولا يملك مالك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وترك دينا فعلي وإلي، ومن مات وترك مالا فلعياله ولورثته صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يموت مديون النبي سد ديونه، واللي يموت سايب مال ياخذوا الورث. يعني النبي لا يريد منا شيء صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يأخذ بأيدينا إلى الله، إلى الجنة، إلى كل مكرمة، إلى كل رضا، إلى كل رحمة، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا على قوله: لماذا جعل البيعة على هذه الصورة، صورة اليد في اليد ثم تقبيل اليد؟ لأن المبايعة كده، الواحد يحط إيده في يد من يبايعه ويكرر شروط البيعة ثم يقبل يد المبايع، دليل على كمال الاستسلام والخضوع لما بايع. ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون البيعة على هذه الصورة، ما تكونش على أي صورة أخرى؟ وممكن تبقى على صور كثيرة، ممكن يكتبوا كتاب ويمضوا زي ما بيعملوا في جامعة الدول العربية، وفي الآخر ما بينفذوش حاجة. مثلا ممكن يقولوا، مثلا يحلفوا، يقولوا والله العظيم هنعمل كده، ويجيبوا حتى المصاحف يحطوا ايديهم عليه، وبعدين في الاخر يخالفوا، لان لو حلفوا ممكن يكفروا كفاره ايمان ويحل نفسه. لو حلفنا نقول خلاص انا هروح مع 10 مساكين يا عم ولا كاني قلت حاجه، لكن البيع ما تعرفش ايه تنقض اختيارها ابدا. زي ما تبيع حاجه وتم البيع، تعرف ترجع فيها؟ ما تعرفش، لان اصبح اختيارك موكول باختيار المشتري، بقى اختيارك بين طرفين، لازم انتوا الاثنين تتفقوا عشان تنقضوا البيع مره ثانيه، مش على مزاجك بس. فهكذا البيع. انما الايمان انت تقدر تنقضه في اي لحظه، تقول انا مش هقدر اوفي بيه، بقى انا هطعم 10 مساكين، انا هكسي 10 مساكين، انا احرر رقبة، انا لا استطيع اصوم 3 ايام، ويقوم يتحرر من ايه؟ من الايمان. لكن النبي اختار البيع على هذه الصوره مخصوص، بيقول لك الفائده الاولى إن في ذلك تحصيل المقصود بالأمر اليسير. النبي كان لا يتكلف شيء، لو قال لهم هات ورقة ونكتب هيبقى في تكلف، هيشتروا ورق، والورق كان قليل أيامهم،
واللي بيكتبوا قليل منهم، ودي أمة كثير فيهم أميين لا يقرأوا ولا يكتبوا، فهيتكلف شيء زائد. فالنبي اختار تحصيل المقصود بأقل مجهود صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتكلف شيء. إن في ذلك تحصيل المقصود بالأمر اليسير، وتحصيل المقصود بالأمر اليسير أولى من تحصيله بالأمر الكثير، سيما إذا كان مقتضى الأمر من عالم كبير. الثانية أن بعض الأقوال قد يصلح صاحبها في اعتقاده لأمر ما مخالف لما قصد منه، وقد اختلف العلماء في المبتدي للكلام إذا نوى شيئا ووارى عليه هل يلزمه ما نوى أو صيغة اللفظ على قولين. فقرر الشارع عليه السلام دي البيعة بفعل، لأن الفعل إذا ثبت له حكم خاص من الشارع عليه السلام لم ينفع فيه التأويل، ولو جعل عليه السلام دي البيعة بأيمان لكان كل واحد من الناس باختيار نفسه متى أراد خرج عن البيعة، لأن الأيمان قد جعلت لها كفارات، فإذا أراد المبايع النقد في البيعة كفر عن يمينه وارتفع الإثم عنه. فجعل عليه السلام هذا عهد وشبهها بالبيع كما ذكرناه، لأن المتبايعين ليس لأحدهما اختيار دون صاحبه، والعهد ليس فيه ثنية يعني استثناء ولا كفارة، فجعلت هذه البيعة بهذين الوجهين الشديدين تحضيدا على حفظ فائدة الخاصة والعامة للمؤمنين. بيقول لك ان اي ايمان او حاجة من دي كانت ممكن ايه لو اكتفى باللفظ كان ممكن الواحد يقول والله انا ايه افسر اللفظ ده بطريقة في نفسي وبعدين يبايع او يحلف على ايه على ما فهمه هو، يبقى تورية. فهمت ازاي؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الأمر على كمال الاستسلام لللفظ المطابق للبيعة، فخلاه كلامه واضح، كلام البيعة واضح، ثم لم يجعلها على لفظ أيمان، وبعدين جعلها فيها المصافحة وكمال الاستسلام علشان ما حدش يقول والله أنا كان قصدي كذا، أنا قصدي أطيعه مثلا وأنا خدت عليه العهد، بس أنا قلت في نفسي هطيعه طول ما أنا سليم، أول معي مش هطيعه، هطيعه طول ما انا في جزيره العرب، اول ما اسيب جزيره العرب مش هطيعه. يعني حطيتها في مخه، لا ما ينفعش، ده انت تطيعه على طول بقى. فهمت بقى؟ ادي معنى ما يوريش حاجه في نفسه، يعني يوري زي ما العيال الاطفال الصغيره يحلفوا يقول والله العظيم ما جبته، وانت بتساله على الكتاب الخارجي مثلا وهو يقول لك على الساندوتش. شغل اطفال بقى. ده شغل عيال ده. ده اسمه شغل عيال مش رجال. فهمت ازاي؟ انت تساله فين الكتاب اللي انا قلت لك تجيبه، يقول لك والله ما جبته، وهو الكتاب في شنطته. وبعدين بتيجي تساله ازاي تحلف كده بيقول لا ما انا بحلف له على الساندوتش، اصل انا ما جبتش الساندوتش النهارده عشان انا صايم. ده ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش مع الرجاله والمؤمنين المحترمين. انت تحلف على نيه والتاني يحلفك على نيه تانيه، وبعدين تقول انا حلفت خلاص وبرأت ذمتي، ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يزيل حتى التوريه في اللفظ، فيبقى اللفظ بكمال الوضوح، ويبقى في حركه تدل على كمال الخضوع، واختار اللفظ بالبيعه ولا ليس يكون الايمان الحلفان يعني، عشان البيعه فيها ايه؟ انها لا تنقضها باختيارك وحدك، لابد ان المبايع لك كمان يقول لك خلاص انا اقلتك. فهمت ازاي؟ لانك انت خرجت من اختيارك وصار اختيارك مشترك بينك وبين من بايعته كالبيع والشراء. فهمت؟ فلم يختارها ايمان عشان تقول انا هكفر عنها واحل عنها. كل دي ايه يعني تدلك على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ايه وحرصه على ان يأخذ بيد الناس الى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يجعل لهم مفر من الخروج. ما هو كأن الرسول بيقول، ما هو شبه نفسه بيقول وانا آخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون من يدي. كأنه بالظبط مسكنا من خناقنا كده وبيجرنا على النار واحنا كمان بنحاول نفلت من ايده. شوف قد ايه، لان مش عارفين مصلحتنا. مش قايل لنا كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم برضه يديهم اللفظ اللي دي يبقى مكتفه من جميع الجهات. كأنه آخذ بحجز عشان ما يعرفش يفلت منه. لو قال له لفظ ايمان كان ممكن يكفر. لو لفظ كده عايم ممكن يعمل فيه تورية، يقول أنا قصدي كذا، أنا فهمته بالمعنى الفلاني، لا ده جاب لهم اللفظ واضح، واخد بالك، وبلفظ البيع لا بلفظ الأيمان، وبعدين بعد كده في مصافحة اليد، وفي تقبيل اليد، وبالصوت المرتفع الجهوري الذي يسمعه كل الحاضرين، عشان ما في حد يقول لك أصل أنا ما سمعتش، ده كان صوته واطي. ما ينفعش الكلام ده.
فهمت بقى كل الحاجات دي ليه بقى؟ لأن النبي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مش عايز يدخل الشيطان يلبس عليك أمر فتفلت من يد النبي وهو يريد أن يأخذ بيدك إلى، زي أنت ما تاخد إيد ابنك الصغير اللي مش عارف مصلحته وبتعدي بيه شارع عريض مليان عربيات سريعة، يبقى الولد عايز يفلت من إيدك ويجري لأنه مش شايف إن في عربية جاية كده، لكن أنت شايف لو فلت من إيدك هتدوسه العربية، تقوم أنت إيه تمسكه يروح هو معيط، لما تشده كده بقوة بيعيط، هو بيعيط مش عارف مصلحته، لكن أنت فاهم حتى لو عيط ما يعيط، إيه المشكلة؟ أهو ده اللي حاصل مع النبي ومعانا، هو شايف الجنة وشايف النار وشايف المعاصي وشايف موجبات المعاصي وشايف عظمة ربنا وشايف جلال الله وقدر الله وشايف حق الله على العباد، وإحنا مش شايفين حاجة إلا إننا شايفين شهوتنا ورغبتنا وخلاص عايزين نعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ بأيدينا إلى الله كما تأخذ أنت بيد الطفل الصغير الذي لا يعرف مصلحته مما يؤذيه وهو حريص على أن يأخذه بالضبط. حتى إحنا تشبهنا بالطفل ده تشبيه كمان أعلى شوية، لكن النبي شبهنا بالبعوضة والناموس، يعني في عدم فهمنا، ما بيقول كده مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنالب والفراش يقعن فيها وهو يزبهن عنه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. شوف أنت الناموس كده تولع أنت نار في الشتاء، تبص تلاقي تاني يوم الصبح تلاقي حوالين النار دي آلاف الناموس ميت محروق، لأن الناموس شاف النار في وسط الظلمة افتكرها نور وافتكرها طاقة، هيدخل منها يخرج على النهار لأنه مخه ضيق، يوم يجي يروح داخل في النار فاهم انه هيخرج على النهار، يقوم ايه يحرقوا النار يقع، وكل الناموس التاني شايفينه شايفين اللي قبلهم وقعوا واتحرقوا وبرضه لا يتعظ، كله برضه يروح داخل وراه. اهو ده البني ادم في شهواته ومعاصيه، كل الناس شايفه اللي بياكلوا الحرام ربنا ما بيبارك لهمش، واللي بيفعل الحرام ربنا بيوديه النار، وبالرغم من كده الناس متكالبه على الحرام وعلى اكل الحرام زي الناموس بالظبط، مش كده برضه؟ تشبيه يعني مطابق. فشوف انت فرق بين مخك انت ومخ الناموس، وفهمك انت وفهم الناموس. احنا كنا بنشبه فهمك انت وفهم الطفل، لا ده الطفل كمان بالنسبه للناموس يعتبر يعني في كمال الحكمه. فالنبي ما شبهناش حتى بالطفل، ده شبهنا حتى بالناموس عشان ما يجيش واحد في اخر الزمان يبقى واخد الدكتوراه مش عارف منين ومنين ولابس كرافته وقاعد في الفضائيات ومشيك كده ويقولوا له حديث للنبي، يقول والله انا شايف ان الحديث ده غير صالح لهذا العصر. شايف انت ايه يا ناموس؟ انت شايف ايه يا ناموس؟ انت مش شايف حاجه خالص يا ايها الناموس، هي كده. وبعدين ناموس اهون من جاموس، والاثنين على وزن واحد، يعني لان ربنا قال لنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله لكمال فهم النبي ولعدم ولسوء فهمنا، لأن إحنا بالظبط لابسين غشاوة على أعيننا خلانا مش شايفين عواقب الأمور، هذه الغشاوة هي الهوى والطبع والشهوة والرغبة، كل الحاجات دي بتخليك مش شايف عواقب الأمور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عصمه من هذا كله، فبقى شايف الأمور على ما هي عليه، وعشان كده كان يقول لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، مش كده برضه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى إيه بعت لنا اللي يعرف وبعت لنا اللي يشوف وبعت لنا اللي بيحبنا وبعت لنا اللي حريص علينا، وبالرغم من ده كله بعد ده كله تقول والله انا شايف، انت شايف ايه؟ عشان كده ربك بيقول ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امره، يعني لما الرسول يقول حاجه ما تقولش انا شايف، ما تقولش انا اعتقد، ما تقولش انا رايي، رايك انت ايه؟ الرسول قال خلاص تمشي ورا النبي، وهو ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. شفت بقى المسائل؟ الفائدة الثالثة أن في ذلك رفع الذلة عن المؤمنين. اختار لفظ البيعة، ما اختارش لفظ الرق، ما قال لهمش تعالوا نتفق مع بعض أن تكونوا عندي عبيد، آمركم فتطيعوا. دي ضد إيه؟ ضد عزة العربي. العربي مولود على العزة، إيه عبد دي؟ يوم النبي صلى الله عليه وسلم يختار لهم لفظ جميل البيعة، وهي تقتضي الرق من جواها عشان كمان يراعي ايه يعني كرامته، يبقى هي بتقتضي معنى الرق اللي هو الخروج من الاختيار الى اختيار المبايع، لكن في نفس الوقت لفظ فيه نوع من ايه
من اللطافة ومن إبقاء حرمة المبايع، واخد بالك، والمبايع الاثنين تبقى فيها بقاء الحرمة. وعشان كده النبي اختار الألفاظ اللي بيها ما يثيرش حفيظة ايه، علشان كده لما تيجي كمان تيجي تنصح واحد مثلا واقع في المنكر، ما تقولوش يا فاسق يا مجرم انت ليه عملت كده، ما تقولوش كده، لان انت اول ما قلت له يا فاسق يا مجرم هو مش هيسمع لك بعد كده، فهمت ازاي؟ انما ما تقول له ليه كده بس يا استاذ، انت راجل عقلك تمام، وانت اخويا وحبيبي وانت جاري، ليه بتعمل كده؟ ليه كلنا بنروح نصلي وانت ما بتصليش؟ وبعدين ده انت حتى لو ما صليتش ولادك شافوك كده هيطلعوا زيك ما بيصلوش، انت على الاقل انت قدوه لاولادك، تيجي تصلي، انا عارف انك بتصلي في البيت، انا بيتهيألي مش معقول تكون تارك الصلاه، هو يمكن تاركها، لكن انت يعني تبين له انك انت حسن الظن فيه. لكن انا نفسي تيجي في الجامع عشان تكترنا وتفرحنا، ولادك يشوفوك بتيجي. هنا ما تقولش يا فاسق يا مجرم، ده انا بقى لي 5 سنين انت جاري، عمري ما شفتك جيت الجامع، انت عايش ايه؟ زي الحيوان بتاكل وتشرب وخلاص. ده بقى دي طريقه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، ما ينفعش. ما ينفعش كده، مش هيسمع لك. وبعدين هتتقلب بخناقه، وبعدين في الاخر هتقضوا بقيه اليوم في قسم البوليس وتعملوا محضر. ما ينفعش، بقيه الحكايه نكد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي يبقى الامر بالمعروف يبقى فيه معروف، والنهي عن المنكر يبقى خالي عن المنكر. مش كده برضه؟ يعني اذا امرت بالمعروف فليكن امرك بالمعروف، واذا نهيت عن المنكر فلا يكن نهيك منكر. فهمت ازاي؟ نفس الحكايه. فبيقول لك الفائده الثالثه ان في ذلك رفع الذله عن المؤمنين، لانهم لو كلفوا ان يقولوا معنى هذه البيعه كما قدمناه، وهو ان يقول البائع قد ملكتك قيادي وانا لك مثل العبد وانت المتصرف في كيف شئت، لكان يعز على بعض الناس النطق بذلك، وقد يعجز بعضهم عنه، فرفعت تلك الكلفة بأدنى إشارة، وهذا من بديع الحكمة. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني حتى لو الواحد اتجوز ويجي يقول لمراته أنا هنا السيد، أنت عندي هنا أما في البيت، مرة في مرة هتستحمله، في الآخر هتخلعه وتستريح منه، لأن البني آدم أصله ربنا خلقه عنده عزة، ما يحبش كل شوية يتذل كده. يعني لو قبل مرة هيعديها، يقول له معلش عشان العيال والبيت ومش عايزين نخرب، لكن كل يوم في الآخر هتروح قلب عليك السفرة بالأكل ومش هتفطر، وهتقعد جعان لحد دلوقتي، مش هترضى تطبخ لك تاني، تفلت من إيدك. شوف حتى مراتك اللي هي قاعدة معاك لو تقول لها كده، في حين إن مقتضى الزواج إنها تطيعك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سمى المرأة في بيت زوجها أسيرة. مش كده برضه؟ ما تقولهاش بقى كل يوم أنت أسيرة عندي، أنت هنا أسير، مش قال إنهن عوان عندكم؟ لا، ما تقولش كده. يعني خليك راجل لطيف ظريف، لما تحسن أنت معاملتها هي هتطيعك برغبتها، بل هي هتسارع في طاعتك. إنما كل شوية تقول لها أنا أنا، إيه أنا أنا دي بقى؟ واخد بالك؟ في الآخر هتروح جايبة لك محامي، وتروح إيه خدعاك وتديك ربع جنيه في المحكمة. مش كان الوقت القانون بتاعنا بيعملوا كده؟ فربنا ينجينا من القانون ده. وأما قولنا ولمن تجب، يعني لمن تجب، يعني اللي هو شرط وجوبها، شرط وجوبها. البني آدم علشان يشترط في الحاجات اللي تبقى موجودة فيه عشان يبقى ده صالح إن أنا أبيعه، لمن تجب على التقسيم المتقدم، فتجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن ولاه الله ذلك بمقتضى لسان العلم على ما ذكرناه. يبقى تجب هذه البيعة لله ولرسوله. لله تمت في ألست بربكم، قال بلى، كده بايعنا الأول خالص، وبعدين بعت لنا الرسول عشان نبايع الرسول عشان نجدد بيعة الله ببيعة الرسول. فهمت ازاي؟ يبقى الثانية ولرسوله، وبعدين ولمن والله ولاه الله بعد الرسول هيبقى فيه ولاة الأمور عشان يصلح حال الناس، يبقى برضه لازم إيه نطيع ولاة الأمور طالما يقيموا الصلاة. نطيعهم ليه؟ لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك، ولو كانوا حتى مش هيدوني حقي على المستوى الخاص إلا إني أقدم المصلحة العامة على مصلحتي الخاصة، فأعطيهم الطاعة والولاء وأطلب حقي منهم، إن لم يعطوني خلاص أطلبه من الله بقى، يا رب خلصنا من الظلم. لكن في نفس الوقت أقاتل تحت رايته، عشان لابد أن المسلمين لهم ولاية ولهم مجموع، وإلا هتبص تلاقي كل واحد يبقى رئيس نفسه، تقوم بعد ذلك يبقى كلمة المسلمين متفرقة، يقوم يتشتت الأمر المسلمين
يوم الاعداء تغزوهم جوه بلادهم، لانه يقول لك خلاص بقى قوات الامم المتحده هتضطر تنزل مصر بقى، ده احسن، ده اصل كل حي عامل له رئيس وبقت فتنه طائفيه، ما ينفعش، واخد بالك، وحروب اهليه. تبص تلاقي، لكن لما تجتمع انت على حاكم واحد ولو ظالم، اهو صدام حسين مش رمز للحاكم الظالم في هذا العصر الحديث؟ طب العراق ايام هذا الظالم اهون حالا من العراق دلوقتي. شفت ازاي؟ لانهم على الاقل ملتفين حول رايه واحده، ولو كان ظالم احسن من قلته خالص. شفت ازاي؟ طيب احنا لما كنا متفقين على الخلافه العثمانيه كانوا ظلمه، العثمانيين دول كانوا في العصور الاخيره بتاعتهم ظلمه، وخدوا الخلافه اصلا بالقهر والغلبه، فهي جات لهم غلط وكانوا برضه ظلمه وجهله ومتكبرين في احوال كثيره. لما تيجي تقرا على مستوى الخلفاء بتوعهم، وبالرغم من ذلك لما جت الخلافه العثمانيه انقضت وتفككت اوصال الدول الاسلاميه، حال الدول الاسلاميه بعد الخلافه اضعف من ايام الخلافه وهي ظلمه. شفت قد ايه؟ لان اجتماع المسلمين ولو على حاكم ظالم اولى من تفرقهم ولو على حكام كثر عدول، فما بالك على حكام كثر غير عدول بقى؟ فهمت بقى المساله؟ فبقت اخطر. والانجليز ما عملوا كده مع الشريف حسين. الانجليز مع الشريف حسين اتفقوا مع انه ما ينصرش اللواء العثماني، الحاكم العثماني، الخليفه العثماني في حربه اللي هي الحرب العالميه الاولى. ما ينصروش مقابل انه هيدوا له حكم الحجاز والشام والعراق. وفي نفس الوقت ايه؟ وعدوا اليهود يدوهم فلسطين. الانجليز تموا كده، اتفقوا وعملوا اتفاقيه سريه مع الشريف حسين، انك انت ما تنصرش الوالي العثماني واخرج عن طاعته، واحنا هنحاربه هناك في بلده عشان نكسر قوتهم في اوروبا، وبعدين بعد كده لما اكسر قوته في اوروبا انا حوليك على الاماكن دي، فاخرج عن ايه؟ عن رفقه طاعتي. فخلع بيعته الشريف حسين، وبعدين في نفس الوقت من ورا الشريف حسين وعدوا اليهود هيدوا لهم فلسطين. وفي نفس الوقت ظهرت الحركه الوهابيه والحركه السعوديه في جزيره العرب في نفس الوقت، فادوهم الاسلحه عشان يحاربوا ويقطعوا طريق الحجاج، وبعدين في الاخر لقوهم ان هم انسب من الشريف حسين انه يدوهم الاراضي الحجازيه، فادوهم الاراضي الحجازيه وسموها سعوديه. وبعدين الشريف حسين ضحكوا عليه وادوا له حته الاردن. بعد كده خدها اولاده مقابل انه بقى يقتل المسلمين. شوف ازاي؟ وبعدين العراق قطعوها وادوها مش عارف مين. وبعدين فلسطين لم يصدقوا الا مع اليهود، وغرقوا كله بعد ما ايه؟ خدوا منهم نقد بيعتهم للخليفه العثماني. شفت؟ وبعدين بعد كده تفككت ايه اوصال، في حين انك انت ليه تنقض البيعه ايها الشريف حسين واي مسلم للحاكم العثماني ولو كان ظالم طالما يقيم الصلاه فيك؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تطيعهم ما داموا يقيموا الصلاه فيك. لو احنا كنا عارفين الحكم ده والشريف حسين ما اداهمش هذا العهد وخلع رفقه البيعه من عنقه وكان واقف مع الخليفه العثماني لانه ما زال يقيم الصلاه، كان تغير وجه الارض وتغير حال المسلمين، ما كانوش بقت دول صغيره كده. فهمت ازاي؟ لكن هم ضحكوا عليه قالوا ده راجل ظالم. اولا انت راجل شريف النسب، انت قرشي شريف وعربي، والخلافه في قريش يكلموه بالفقه، علمه يدرسوا اصول فقه المسلمين، وبعدين يكلموا بكلام يقنعه ويضحكوا عليه ويقولوا انت راجل شريف عربي مسلم قرشي والخلفاء والبتاع من قريش، لكن دول اصلا لسانهم اعجمي، دول يعرفوا ايه دول؟ احنا هنديلك ونديلك ونديلك، بس اخلع رفقه الايه؟ العهد بينك وبينه، اخرج عن طوعه، ما تنصروش، ما تعملش. يكبروها في مخه، في حين ان هو لو فقيه ما كانش اتذل. اتذل فعلا وجاله شلل وبتاع وشغلانه يعني معروف يعني، ومات موته وحش بسبب الحاجات اللي شافها، لان هم ضحكوا عليه. هو ما كانش متصور انه كده بيغرق العالم الاسلامي، هو كان متصور ان هو هينقذ العالم الاسلامي من ظلم الاتراك. تصور بعيد لانه بعيد عن الفقه، ما قراش الكتاب ده. عارف لو قرا كتاب بهجة النفوس؟ ما كانش عمل كده الشريف حسين. يعني لو كنا قلنا له اقرا كتاب بهجة النفوس ادرسه كده اقعد ذاكره، كان قاعد يذاكره كان هيعرف ساعتها ان الانجليز دول بيضحكوا عليه، لكن ما تخرجش عن الحاكم ولو ظالم طالما يقيم الصلاه. لا يعني لا يمنع اقامه الصلاه. يعني سايب الناس تصلي والاذانات تتذاع في الاذاعه وفي التلفزيون وفي كل حته.
والناس تصلي ويعملوا مكافآت للي حافظين القرآن وحاجة جميلة كده، مش مانع الناس خلاص بيعمل، يبقى نقعد ساكتين مالناش دعوة، نطالب حقنا منه، فإن لم يعطينا نقول يا رب ادينا حقنا، واخد بالك؟ وخلاص. ليه؟ لأن أصل الخروج، أصل الخروج عليه هتبقى إيه؟ صعيد مصر نصارى زي جنوب السودان، أدي الحل. ويجي لك شمال مصر يخلوها في إيد مين؟ في إيد واحد موالي له زي في أفغانستان، وزي الجدع بتاع العراق ده اللي بيقول الاحتلال الأمريكي ده ضروري وجوده لمدة عدة سنوات من ده. هيجيب لك حاكم مصري يقول الكلمتين دول مكانه، على الأقل ده ما بيقولهاش. ما هو هيجي لك الأسوأ منه. فخد بالك، وهتبقى ساعتها هتحتاج تأشيرة وانت بتركب قطر الصعيد تنزل علشان هتخش دولة تانية. تصور بقى، ما هو ده اللي هيحصل. ايه الحل يعني؟ ايه الحل يعني؟ الاخوان المسلمين عايزين ايه بالظبط؟ واخد بالك؟ لو خرجنا عن طوع هذا الحاكم الان في الظروف دي اللي احنا فيها دي، هتبص تلاقي جنود الامم المتحده في طرقات في العتبه وفي الموسكي وفي ميدان السيده عائشه بتنظم المرور. تصور بقى، ده اللي هيحصل، مش بعيد يعني. وعلشان كده انا بقول لك بص للتاريخ تعرف، وتشوف سيدنا الحسن ازاي ادى الرايه لمعاويه مقابل ان بدل ما يبقى جيش المسلمين في مواجهه جيش مسلمين، ان الاثنين دول يتحدوا ويبقوا ضد اعدائهم. بدل ما جيش اللي مع سيدنا حسن يقابل الجيش اللي مع معاويه بن ابي سفيان، سيدنا الحسن بص كده لقطها فهمها على طول. 100,000 سيف لو كانوا في اعداء الاسلام هينتشر الاسلام في بقاع الارض، ولو تنحروا الان هيموت اغلبهم. وكل ده ليه؟ علشان واحد فينا يبقى خليفه. طب خد انت الخلافه، وراح راجع هو منينة جده سيدنا رسول الله. مقابل ده ايه؟ ان في عصر معاوية بن ابي سفيان انتشر الاسلام في اسيا وفي جزء كبير من اوروبا، لان الجنود دول كلهم راحوا خلاص وطلعوا، بدل ما بيحاربوا في قلب العالم الاسلامي بقوا يحاربوا على اطراف العالم الاسلامي، دخل الناس في الدين الله افواج. مش ده اللي عمله سيدنا الحسن؟ مين اصلح للخلافة؟ كان سيدنا الحسن ولا معاوية؟ سيدنا الحسن. لكن سيدنا الحسن لما لقى ان معاويه متشبث واللي مع معاويه متشبثين ليه قوي، فقال للجنود بتوعه اللي هم معاه وهم 60,000، قال لهم انا مش عايزها يا جماعه، انتوا مش بتحاربوا عشاني، انا بقى مش عايزها، حاربوا مع الجيش ده ضد اعداء الله وانا سلام عليك، ورجع. شفت بقى سيدنا الحسن عمل ايه؟ شغل ازاي؟ ادي الحكايه كلها. فانت لما تمشي وتتوحد المسلمين ولو على حاكم ظالم احسن ما تفرق المسلمين من اجل انك انت عايز تحط عليهم حاكم عادل. شوف قد ايه الى هذه الدرجه. فانظر لتاريخ المسلمين على مر العصور تجد الدرس اللي بقوله لك ده، مفيش خروج على حاكم ولو كان ظالم الا ما جاء العصر الذي بعده اسوأ منه. فهمت ازاي؟ دي على مر العصور، وادرسها وشوف. فبيقول لك هنا ايه؟ ولمن وله الله ذلك بمقتضى لسان العلم على ما ذكرناه قبل، بتولية أو باجتماع المسلمين عليه. يعني لازم تدي البيعة بتاعتك لمن وله الله عليك، إما باجماع المسلمين اللي هو يقول لك دلوقتي بالتصويت، المسلمين أجمعوا خلاص، أدي أجماعة المسلمين على فلان، اسكت لو مش عاجبك برضه وافق واسكت. هو سيدنا علي بن أبي طالب مش كان رأيه الخاص إن هو أحق بالخلافة من أبي بكر؟ ده رأيه الخاص. وستنا فاطمة النبوية زوجته كانت رأيها كده، لدرجة انها خصمت سيدنا ابو بكر، وسيدنا ابو بكر قعد يصالح فيها لحد ايه ما صالحها وسامحته قبل ما تموت بايام بسيطة، لانها ماتت بعد 6 أشهر من بيعتها ستنا فاطمة. لكن سيدنا علي وقف بقى يخطب في المدينة ويطلب البيعة لنفسه لما لقى ان المسلمين اجمعوا على واحد، سكت وتنازل عما يراه هو، واخد بالك، من اجل مصلحة اجتماع المسلمين. وبعد كده جاء ابو بكر بقى ايه، ولا بعد مين؟ عمر. اوصل عمر، ما اوصلش لسيدنا علي. سيدنا علي سكت تاني، سكت تاني، ده كبر سن سيدنا عمر، ولاجماع الناس على ما ولاه عليهم ابو بكر سكت سيدنا عمر، وفضل ساكت 13 سنه. جاء سيدنا عمر قبل ما يموت لما طعن خلاها في 6، اختار منهم 6، قال لهم انا سايب لكم 6 اختاروا منهم واحد، منهم سيدنا علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وابو عبيده بن الجراح معروفين. وبعدين بعد كده لما عملوا مشاورات اختاروا مين؟ سيدنا عثمان، لان خافوا من شده سيدنا علي بالحق. ما هو بقى ايه؟ كلهم تنازلوا
الستة كلهم تنازلوا واتبقى اتنين، عثمان وسيدنا علي. فبقى الحكاية بينهم الاتنين، اختاروا بينهم. فقعدوا بقى يتشاوروا ويتشاوروا ويتشاوروا، لقوا ان سيدنا علي شديد في الحق قوي، واخد بالك، وسيدنا عثمان عنده نوع من ايه، من السياسة والملاينة. فادوها لسيدنا عثمان باختيار مين؟ عبد الرحمن بن عوف. مش هم اللي حكموه؟ قالوا له اختار انت. فراح قابل سيدنا علي وقابل سيدنا عثمان. لما شاور سيدنا علي وشاور سيدنا عثمان، لقى سيدنا عثمان لين ولقى سيدنا علي شديد في الحق. قال ان المسلمين الوقت اختلف قلبهم عن مكانه ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان صالح لقياده المسلمين وهم لسه طالعين من تحت ايد النبي، لكن الوقت دخل في الاسلام من ليس منهم، فعايزين ملاينه وعايزين سياسه، واخد بالك. فشاف هو اجتهد، فقال انا والله انا اقترحت عليك وانا اقترح ان انا اولي عثمان بدل علي، واخد بالك. سيدنا علي قاعد ما خرجش عن طوع سيدنا عثمان. شوف قد ايه سيدنا علي، بالرغم انه شايف نفسه احق بالخلافه من امتى، شوف قد ايه، عشان تعرف فقه سيدنا علي. لان اجماع المسلمين على واحد اولى من ان انا انفذ رايي، ولو كان رايي شايفه ان هو الصواب. شفت قد ايه بقى، ادي فقه الناس، ادي الفقه الصحيح. سيدنا علي شتم ابو بكر، لعن سيدنا عمر، اتخانق مع سيدنا عثمان، ما عملش. امال الشيعه ليه بيعملوا كده؟ انتوا بتدعوا ان كنتوا انصار سيدنا علي، طب ما تمشوا ورا سيدنا علي في الحته دي كمان في الادب مع دول مثلا. اذا كنتوا انتوا انصار سيدنا علي، لم يؤخذ او يروى كلمه واحده عن سيدنا علي شتم فيها الشيخين. طيب ما تمشوا زيه، ادام انتوا بتحبوا سيدنا علي بقى، عشان تعرف ان اللي بيحب سيدنا علي من اهل السنه اولى بسيدنا علي من الشيعه، عشان احنا مشينا على اسلوب سيدنا علي. اقرينا الشيخين كما اقرهم سيدنا علي، ولم نعب فيهم كما لم يعب سيدنا علي. يعني احنا ماشيين زي سيدنا علي، وفي نفس الوقت بنحب سيدنا علي، ونرى انه هو احق بالخلافه، واخد بالك، من معاويه بن ابي سفيان، وانه لم يكن له احقيه في الخلافه لاجماع المسلمين على غيره، وان كان صالحا للخلافه من بعد النبي. في فرق بين صلاحه للخلافه وبين احقيته للخلافه. صلاحه للخلافه شيء واحقيته للخلافه شيء ثاني، لم يحدث اجماع عليه. فهمت بقى المساله؟ فلازم افرق بين ان سيدنا علي كان صالحا للخلافه من اول لحظه، ولكن لم يحدث الاجماع عليه، وبالتالي اللي خدوا الخلافه منه كان عندهم حق فقهي من حيث الفقه، وهو نفس سيدنا علي اقر ذلك ووافق عليه، وبعد وفاه سيدتنا فاطمه بايع سيدنا ابي بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف وبايع، لانه ما كانش بايعه ست شهور ارضاء لسيدتنا فاطمه. ستنا فاطمه زي ما تقول كانت غضبانه وزعلانه من سيدنا ابو بكر لاسباب كثيره، منها اخذه الخلافه، منها كمان انه ما عطاهاش ميراثها من ابيها عشان تتصرف فيها هي، فكانت زعلانه منه، في سوء تفاهم بينهم. وسيدنا رسول الله كان يقول ايه؟ يقبضني ما يقبضها ويفرحني ما يفرحها. فسيدنا علي ما رضاش يزعلها، عشان لانه لزعلها في زعل للنبي، ففضل مأخر بيعته سيدنا ابو بكر مع علمه بان سيدنا ابو بكر اخذها صحيحه بالاجماع، واخد بالك ازاي، لحد ما ماتت. وبعدين بعد كده وقف على المنبر وبايع سيدنا ابو بكر، وبعد كده بايع سيدنا عمر واشتغل عنده قاضي، بل وزير العدل في خلافه سيدنا عمر كله كان سيدنا علي بن ابي طالب، هو اللي كان ماسك الحقانيه كلها، واخد بالك، والفتوى. وبعد كده بايع سيدنا عثمان. كل ده عمله سيدنا علي، مع علمك بان سيدنا علي كان فقهه مختلف، لكن كان ينزل على اجماع المسلمين ولا ما ينزلش؟ ينزل على اجماع المسلمين. ادي المسائل. يبقى ايه؟ وذلك بمقتضى لسان العلم على ما ذكرناه قبل، بتوليه او باجتماع المسلمين عليه. يبقى بالتوليه او باجتماع المسلمين عليه. واما قولنا بماذا تجب على التقسيم المتقدم، فتجب بالإسلام والذكورية والعقل وبلوغ حد التكليف والأهلية للمعرفة بمصالح الناس ودب العدو وخشية الله تعالى. يبقى الإسلام والذكورية كويس، والتكليف بلوغ حد التكليف، والأهلية لمعرفة المصلحة كمان، وبعدين كمان إيه، وخشية الله عز وجل. وأحد الشرطين المتقدمين وهما إما بتولية من الخليفة أو باجتماع المسلمين عليه، يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم حين ولى أسامة وتكلم بعضهم فيه. سيدنا أسامة أمه كانت أمة عند النبي،
اللي هي ام ايمن، اعتقها النبي وزوجها لاسامه لزيد ابن حارثه بعدما اعتقه. لما يجي يتولى على قرشيين اشراف احرار كبير على نفسهم، ده ابن معتيق وامه معتوقه، فازاي يبقى قائد علينا؟ يزعلوا. والنبي يولي اسامه وعنده 16 سنه. فهمت ازاي؟ فبقى إيه؟ الناس زعلانه من توليه النبي لاسامه بن زيد، واخدين في نفسهم خاطر في خاطرهم. ده كان يبقى الجيش قائده سيدنا اسامه، ومن ضمن الجند مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب. عمليه صعبه على النفس شويه. فهمت ازاي؟ فالناس ابتدت ايه؟ تتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصل له اخبار الناس. قال لهم ايه؟ وتكلم بعضهم فيه فقال: انكم طعنتم فيه وفي ولايه ابيه قبل في مؤتة. لما ولى زيد بن حارثة في مؤتة برضو قالوا ايه؟ قالوا بيولي عبد معتوق علينا واحنا اشراف قرشيين، مش عاجبهم. والرسول صلى الله عليه وسلم برضو ما سمعش كلامه، خلاه لانه حقيق بالولاية. وفي ولاية ابيه قبل وانه لجدير بها. الرسول اهو بيزكيه، وانه لجدير بها لما كان فيه من الدين والخشية لله عز وجل والشجاعة. وأسامة بحيث لا يجعل حاله كفر، لا يجعل حاله كفر، له من الفضيلة خدمته لخير البشر، فلم يلحظ عليه السلام كونه من المواد لما كانت فيه الشروط المتقدم ذكرها، وإنما قلنا إنها تجب بالإسلام لقوله جل وعز: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. يعني ما ينفعش حاكم المسلمين يولي على المسلمين من ليس مسلم. كويس؟ لا، الحاكم كده المفروض يعمل كده. الذكورية لأن البيعة بتحتاج إنك تقاتل معه وإنك أنت تخرج لنصرته، والمرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. واخد بالك؟ فمحتاجة الذكورية، لأن الذكر لما يبايع تبقى صبيانه ومراته تبع بيعته، فهو كأنه نائب عن أسرته، فمش محتاجة المرأة كمان تبايع وتقول ايه تنتخبوا مين وحبيبكم مين والكلام ده، وتخرج في الشارع تعمل كده، تروح تجيب الخضار وتربي عيالها، وجوزها يبايع، واللي بايع وجوزها هي بتبايع. ده جوزها لما بيبقى اهلاوي بتبقى اهلاوية، لما بيبقى زملكاوي تبقى زملكاوية، لما بيكره الكورة تكره الكورة، لما يحب القرآن تحب القرآن، لأن هي بتتأثر بزوجها، طبيعة الحياة كده. فهمت ازاي؟ وبالتالي مش محتاجة. مش معنى كده ان المرأة يعني وحشة وانها مش عارف الكلام ده، زي ما الصحفيات يقول لك بقى يحطوا رجل على رجل ويجيبوهم في التلفزيون ويقعدوا مش عارف ايه الكلام، مش فاهمين، مش معنى كده كده، لكن لان المرأة ليها دور في الحياة مختلف عن دور الرجل بس. هذه مسألة. ولقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويترتب على هذا النوع من الفقه أن من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين كانت التولية خاصة أو عامة، ألا يولي عليه من ليس بمسلم. دي مسؤولية بقى حاكم المسلمين، انه ما يوليش عليهم قاضي غير مسلم. مثلا الوقت دي فيها مخالفات عندنا في مصر مثلا، المفروض يحلوها، يخلوا القضاة غير المسلمين ينظروا في قضايا غير المسلمين مثلا، والقضاة المسلمين ينظروا في قضايا المسلمين او قضايا غير المسلمين ان رغبوا. لكن احنا عندنا في القانون بتاعنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله احنا علشان احنا الوقت نظام مواطنة، فاحنا هنولي قاضي غير مسلم، لكن لو انت مش عايز ممكن تغير الدايرة. يعني تقدم طلب لما تيجي القضية بتاعتك، قول والله انا مش عايز ايه القضية بتاعتي تنظر في هذه الدائرة، تقوم تتغير لدائرة تانية فيها قاضي مسلم. فقال لك انا بدي لك بكفل لك هذا الحق في الدستور من تحت لتحت. واخد بالك ازاي؟ لكن مش عايز انا اعمل له اعلان علشان ما يجوش الامريكان يقول لك ده انتوا ايه، والنصارى يروحوا يعيطوا لامريكا ويعيطوا لاوروبا ويقولوا شوف احنا مضطهدين. برضه عنده حكمه، يعني مقتضى الحال دلوقتي عايز هذه الحكمه عشان ما يروحوش بقى في الجمعيات الامريكيه ومش عارف ايه ويقول لك ده احنا مضطهدين، ما بيعيناش قضاه وما بيعيناش في الشرطه وما بيعيناش في الجيش، ويقعدوا بقى يلبنوا وبعدين يلموا علينا بعد كده كلاب الارض. طب انتوا عايزين عظمه؟ خد العظمه. فهمت ازاي؟ ومن غير لحمه. عظمه ومن غير لحمه، مصمص فيه. وبعدين بعد كده انت يا مسلم من تحت لتحت، مش عاجبك تتحاكم معاه، قدم ورقه وانا هنقلها لك لواحد تاني. سهله. يبقى برضه حكمه، نوع من الحكمه. فهمت بقى المساله؟ ما تجيش بقى تقرا دي تقول الحاكم بتاعنا لا، ما هو انت كمان الحاكم بتاعنا بيبص برضه حكامنا دلوقتي
بتبص للتغيرات العالمية ونظرة العالم للبلاد الإسلامية وتدخلهم في شؤونهم بسهولة لأي ذريعة، وهم عايزين كمان يمنعوا هذه الذرائع، يبقى هو برضه معذور. فهمت بقى المسائل؟ فلازم مخك كبير، مش تقعد تقرا في الكتاب بدون ما تنظر للواقع، ولا للواقع العالمي، ولا للتغيرات، ولا للدعايه لبلاد الاسلام، وتقول انا عايز انفذ اهو. شوف الشيخ ابو جمره سنه 700 هجريه بيقول لك ايه؟ ما يوليش غير المسلمين. طب ما هو 700 هجريه غير سنه 1427 هجريه. لو ابو جمره الوقت في زماننا لو شايف التطورات العالميه كان يقول الا ان يكون لدرء مفسده اعم. له ان يولي غير المسلم لدرء مفسده اعم. مثلا كان ممكن يحط هنا لان الفقيه ينظر لاحوال الزمان. ادي المسائل. اذ لا يجوز بدليل ما ذكرناه من الكتاب والسنه، وانما اشترطنا الذكوريه فيها لقوله عليه السلام ما افلح قوم ولوا امرهم امراه. واما ما ذكرناه من بقيه الشروط فلانه خليفه عن الله، ولا يكون خليفه عن الله حتى يكون فيه اوصاف ينال بها الخوف من الله والمعرفه باحكامه والقدره على توفيه ذلك. واما قولنا على من تجب على التقسيم المتقدم فتجب على كل ذكر حر بالغ عاقل اذا لم يكن في عنقه بيعه للغير. يبقى ترى انت مش مبايع حد، يبقى يجوز انك انت تبايع، لكن انت في عنقك بيعه، ما ينفعش البيع بيعة تناقض البيعة الأولى، ما ينفعش. وحق البيع باق عليه، يعني ما لم يكن في عنقه بيعة للغير وحق البيع باق عليه، لأن النساء والصبيان والعبيد تحت حكم الرجال لأنهم تحت إيالتهم، يعني تحت ولايتهم، فمش محتاجين نخلي النساء تبايع لأنهم تحت عصمة الرجال. فبيعة الرجال بيع عنهم وعن كل من تحت إيالتهم من النساء والعبيد والصبيان. فإن قال قائل قد بايع النساء النبي صلى الله عليه وسلم، مش في بيعة النساء للنبي؟ يجي واحد يقول لك طب ما النساء بايعوا النبي، ازاي تقول انها الذكورية؟ ده السؤال ده ممكن يخطر على بالك، فهيرد عليه. فإن قال قائل قد بايع النساء النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اضطراد ذلك الحكم، قيل له ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنما فعل ذلك جبرا لقلوبهن. لأن كان بيعة النبي فيها بركة والنساء مش عايزين يحرموا هذه البركة. فهمت ازاي؟ بس فالنساء طلبوا قالوا يا رسول الله احنا برضو عايزين ناخد شرف بيعتك، كما أن الرجال خدوا هذا الشرف، زي ما طلبوا النبي يبقى ليهم شرف، يبقى ليهم درس خاص به، لأن هم عايزين يتشرفوا بالنبي. بس أدي المسألة، يتباركوا به صلى الله عليه وسلم. فإن قيل له ذلك حكم ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنما فعل ذلك جبرا لقلوبهن لأنهن طلبن منه البيعة تبركا، ففعل ذلك جبرا لهن. ومع أن بيعته صلى الله عليه وسلم لهن لم تكن على صفة بيعة الرجال، ما كانتش إيديه في إيدين النساء، ما كانتش على نفس الصفة، خد بالك. بدليل قول عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم إنما كانت بيعته لهن بالقول لا باليد، ويدل على خصوصيته عليه السلام بذلك أن الخلفاء رضي الله عنهم قد وقعت لهم البيعات مرارا. واللي يدل برضو على أنها خاصة بالنبي أن الخلفاء من بعده بيعوا مرارا وما طلبوش بيعة النساء، اكتفوا ببيعة الرجال، خدت بالك؟ فده دل على أن دي كانت خاصة بالنبي. ويدل على خصوصيته عليه السلام بذلك أن الخلفاء رضي الله عنهم قد وقعت لهم البيعات مرارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه بايع النساء. ونقف على شروط الإجزاء فيها إن شاء الله، نقرأ غدا بإذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا وغفر عن ذكر الغافل.